تحيطش، انت بتحيط لي دلوقتي. انا عارف انك خسرت كتير، انا عارف عارف والله، بس معلش معلش. ايه ده، ايه ده، مش مستاهل والله. ما تعيط. ايه القرف ده بقى، ما ينفعش كده يا اخي، في راجل يعيط ليه يعني؟ بس الناس بقى تبص علينا. قول يا دوكش، ايوه، ما عملتش معاك اي حاجه ابدا وشرفك يا معلم. الله، نسحب عليك سنجه ولا فتح مطوه ولا رجل كرسي حتى؟ ده اداني دواكوعه يا معلم، ده كان ناقص يصرف عليا. حق الواد. اني واد؟ خليفه، ده انت شوهت له وشه، ده كل الواد ما يبص في المرايه بيفتكرك. ولا شايف حد في كلها قدامي عشان عارف. طيب انا عايزك بس ندخل في الاشخاص. لا مش شايف حد قدامي، عايزك تبقى. طيب ده انا بابني بيت، خلينا هات 8 بريل كمان. كفايات بريل بقى، هتدمر نفسك. انا مش عايز نصايح من حد. ايه يا امير، انت هتسكر علينا يا عم؟ دي من غيرك حل، احنا اللي كسبنا. الفيديو خلاك بس تبتسم، لا تنسى تعمل لايك وتشترك في القناة، ولا تبخل علي بالتعليقات لانها بتحفزني انزل فيديوهات تاني بشكل اسرع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.